نختم الجولة من الصفحة الثامنة لصحيفة الجريدة، ومنها نقرأ للكاتبة إخلاص النمر من زاويتها الراتبة نمريات، التي كتبت فيها اليوم تحت عنوان هل ستحرس الكلاب البوليسية شارع النيل؟ الترفيه تحت المراقبة. ابتدرت نمر زاويتها بالآتي: تحركت الشرطة بسياراتها تجاه شارع النيل بعد أن بلغها خبر الترامادول والعلب المنتشرة فيه واصطحبت كلابها البوليسية. لم تكن الشرطة تعلم به لولا مقطع الفيديو الذي تبادلته وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقته بالصور. ركبت الشرطة عاجلا في تمشيط شارع النيل لتشخيص ما حدث، وسرعان ما حدت الشرطة كباش الفداء، فعلقت الاتهام في رقبة أجانب وبائعات الشاي من ترويج إلى بيع. وعلى طريقة طعن ظل الفيل بديلا عن الفيل، فإن الشرطة هجمت بشراسة على شارع النيل الذي يعد ظلا للفيل، بينما استطاع الفيل بخرطومه الطويل أن يجلب الترامادول والخرشة ونظيراتها وشبيهاتها من خارج الوطن في حاويات. لو نزلت هذه الحاويات على شارع النيل لسدت منافذه، رغم الجلبة إلا أنه قادر جدا على أن يكون فاعلا مستترا بضمير شره للمال. ولو كان منتوجه دمار الشباب، فهو يعمل على تصريف بضاعته التي لم تستطع أن تطالها الشرطة لأنها شعر ما عندها له رقبة. ولصفت كلابها البوليسية في ثغور الوطن كله. ورأت الكاتبة أن إلباس الاتهام لبائعات الشاي يوضح محدودية مفاهيم الشرطة تجاه تصويب سهم الاتهام الحقيقي الذي لا يصيب المجرم، فالدليل لديها بعد تناول الجميع خرشتهم من هؤلاء المسكينات اللائي وجدن في مهنة بيع الشاي رزقا يقي السؤال، لكنهن الآن لا مفر لديهن أمام خرشة تطايرت حافظاتها قرب أماكن بيعهن للقهوة والنعناع. ختمت إخلاص النمر زاويتها بهذه التساؤلات: لماذا أفلحت الشرطة في الانتشار السريع على شاطئ النيل فقط، ومناخ الخرطوم يحكي عن ترامادول وخرشة في قلب شوارع وأزقة وحواري الخرطوم بلا استثناء؟ لماذا لم توجه الشرطة كلابها البوليسية للبحث والتقصي والتفتيش، فهنالك أيضا تسوق لحبوب الخرشة؟